خلينا ننتقل برضو عشان نقسم للناس هذا الموضوع الضخم. الامكانيات بس حضرتك والبضاعة اللي حضرتك سألت عليها معلش. امكانيات هذه الشبكة دي 2000 كيلو. احنا عندنا الشبكة القديمة اللي احنا بنطورها وبنجددها وبنعملها الزواجات 10,000 كيلو. الشبكة القديمة مهما بنعمل فيها هتشيل 1,000,000 راكب يوميا. بنتمنى ان احنا في نهاية 24 نصل الى 1,500,000 راكب بعد ما نعمل الزواجات وبعد ما نعمل الاشارات وكل حاجه. طب الشبكه دي بقى ال 2000 كيلو بس اللي هي خمس الشبكه خمس الاولانيه بتشيل كام؟ 1.3 مليون في المراحل الاولى 1,000,000 راكب. يعني انا لما اضيف انت ضفت قد اللي عندك قده في خطوه واحده بالظبط كده. انا ضفت 1,000,000 راكب قد 1,000,000 راكب بخمس الشبكه اللي موجوده حاليا 2000 كيلو. طب ده الركاب. طب البضاعه احنا دلوقتي بننقل 4.5، بنتمنى ان في نهايه السنه دي ننقل 5,000,000 طن بضاعه بشبكه السكه الحاليه. احنا هننقل يا استاذ عمرو في بدايه تشغيلنا لقطارات البضاعه الثلاث خطوط 15,000,000 طن بضاعه. يا نهار ابيض، يعني الثلاث اضعاف ثلاث اضعاف الشبكه الحاليه. شوفنا يبقى عندنا شبكه 10,000 تنقل 5,000,000 وشبكه 2000 تنقل 15,000,000. ده راجع الى حاجتين مهمين جدا. اول حاجه القطارات دي سريعه، سرعه القطر طبعا السريع بنقول التصميم 250 كيلو الاكشوال او الحقيقي هيمشي ب 230 كيلو، ينزل في المنحنيات ل 200 كيلو. القطر الاقليمي اللي هيقف في المراكز يعني في ريشنا وفي ملاوي وبني مزار وفي بوتشت وغيره وغيره هيمشي بسرعه 160 كيلو في الساعه، زي لما بنشوف في امريكا في الاكسبرس اللي هو بيعدي على طول وفي العادي اللي هو بيقف في كذا حته بالظبط كده. طب البضاعه بقى سرعته كام؟ البضاعه هيمشي بسرعه 120 كيلو في الساعه، يعني اعلى يعني تقريبا مره وتلت او مره ونص القطر بتاعنا العادي بتاع الركاب دلوقتي. اذا عشان السرعه عاليه. الحاجه الثانيه عشان كل ما كان فيه انضباط وانتظام في المواعيد والفراغات، يعني انت لو عايز تبعت بضاعه من اسوان لاسكندريه مع القطار ده محتاج 10 ساعات البضاعه كلها توصل. البضاعه كلها توصل وبامان وفي توقيتها، وان شاء الله باذن الله عندنا عربيات جديده 1000 عربيه متعاقدين معاهم مع شركه سيماف المصريه الوطنيه. لو حضرتك لاحظت كل شويه ولا حضرتك الشركه المصريه الوطنيه ده توجهنا دلوقتي ان احنا حتى مع سيمنز نحط شركتين مصريتين يشتغلوا معاها يعني كتف بكتف.